اعتقد انه الفتره اللي جايه بقى هننتظر نشوف الساحه الانتخابيه هيبقى شكلها ايه، الاسهم الاعلى رايحه فين. لكن زي ما قلت لحضرتك انا شايف انه باتريس موتسيبا واحمد ولد يحيى وجاستين سنجور هم اللي هيكونوا المنافسه بينهم، وهتنتهي في الاخر هتبان قبل الانتخابات بفتره قليله، هنعرف الكافتين مين ومين اللي هيبقى الصراع بينهم على رئاسه الكاف في الفتره اللي جايه.